حديقة منك الحيوانات على طول. ما حدش بيعلي صوته هنا. الحيوانات هنا مفترسة. النهاردة احنا في اسكندرية، هنتفسح ونلعب وناكل ونحلي ونقعد على البحر، وهيكون معانا أمنية بكل بساطة وقلق صبحي، فيلا بينا. قلنا نبتدي بمكتبة اسكندرية عشان نشوف متحف أول مرة. هو اسمه كده أول مرة. انت يا مجنونة عدو تعديها في اسكندرية صعبة قوي. بس عدينا الأول على سلنترو اللي هناك عشان نشرب قهوتنا ونقعد شوية على البحر. لو كلمت دي يا لهوي يا أستاذة آلاء مفيش مقارنة. يلا يلا نقعد بره على النيل على البحر. ولقينا عرض على ابلكيشن وفرها درينك من اختيارك واي نوع مخبوزات انت عايزه ب 100 جنيه بدل 150، وطلعنا على المكتبه وسعر التيكت 3 جنيه للطلبه. اعمل نفسك طالب، اعمل نفسك طالب. يلا يا هواني يلا يا عساسي. وتعالى بدري عشان المكتبه اخرها الساعه 5. ما حدش بيعلي صوته هنا. ولو وقفت في المثلث الازاز هتشوف المكتبه كلها. الكمبيوتر ده الساعه بكام؟ ولا. وطلعنا على متحف اول مره وخدنا كام صوره كانوا لهب لهب. بعدين طلعنا على حديقه الحيوانات بتاعه اسكندريه وسعر التيكت 5 جنيه. يعني دفعنا 5 جنيه رعبنا السنه التامله في حديقه الحيوانات. تمشي دي يا باشا شغاله. لا ما يقلك لا ما تنفعيش الفرس يموت فيها. بس جوه حديقه الحيوان حديقه حيوان بس اروش. بص بقى انت كلت ايدي دلوقتي. جنجل زو وهي عباره عن حديقه حيوانات مفتوحه. سعر التيكت 25 جنيه. اللمة مرعوبه كاسكو. اوعى جدع انت نقرب من الحق. يا لهوي على الجمال. رشدان يلا المعلم رشدان يلا ومن عايز اشيله ينفع؟ لا لا. كل حاجه هنا مباح. خد يا يا ناجا ايوه عيب في البخبخانات. هو ايه ده الغدا بالله عليك حبيبي يا فنان. وبتروح تاخد اكل الحيوانات بالتيكت. بتاكل ايه بتاكل ايه انت؟ مش ده الجزر الارنب الجزر يا عم؟ ارنب اللي جزر يا عم ده بياكل اي حاجه. خس خس. طب استنى استنى انت يابا يابا اخلع يخرب بيت امك ده انت اكلت الاخضر واليابس. ولا اخلع يا عم ده شرس شرس ده شرس. طب يلا ايوه كده ما تخافش من اي حاجه. الله 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 هياكل ودني. ايوه يا بوب قول باستديوهات شد الحبل. استديوهات شد الحبل. طب قول امنيه امنيه. عامله سندوتش بترمي التمساح خاص. يعني هو ما بياكلش خضروات عايز بروتين. السلام عليكم. الطابة الطابة بقى ما ترحم يا عم قصه ما بتشبعش. اتفضل اتفضل اخلع بقى. انتوا ما بتاكلوهمش ولا خد يا كتكوت. انت مش كتكوتة. الحيوانات هنا مفترسة اقسم بالله. حلقة روشة قوي يا زميلي. كل يا عمي تعالى كلنا شخصيا. انا بحب كل الحيوانات. مالكش دعوة بيه امشي. تفتكر هيحس على دمه؟ ده هو ده بيحس. ما لو بيحس كان شبع. تحدي التصوير مقصرة ومش شايل عينه من عليا. هعمل عبيط واقف جنبه وروح حاطط ايدي هنا. ايه بتفتح ليه؟ بعدين طلعنا على سيتي سنتر اسكندريه عشان نروح ماجيك بلاند. بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ طب انا ليه ما باخدش حته؟ هات كل ده من الحوت. افتح يا جبان. في ايه؟ في ايه؟ ما تطلعلهاش حاجه. والله العظيم خدت حاجة من الدنيا؟ ما خدتش. طب تعالي اجربي حظي. انا اللي ما خدتش. يلا يا آلاء. الله 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 حظك في رجلك. ايه ده؟ بالله عليك يا نحس من ساعة ما جت كسبت 75 طلعوا لها 8. انا كل ما اكسب حاجة تاخدوها مني. ما تقلقيش هجيب لك حق. انا همشي. هيباتوا في حضنك النهاردة. اللهم صل على النبي. المكنة طلعت قماش. وديني انت ما تعرفيش تسوقي. اسوأ سواقة سواقة النساء ما احبهاش. يا ست انت عايزة مني ايه؟ الله 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 الكور دي كلها. الله يا جدعان احنا ما جبناش واحدة.
دي الواحده اللي جبناها، ده البركه بتاعتنا دي. وقعدنا نلعب لحد ما خلصنا ب 550 جنيه رصيد، بس احنا استخدمنا ابلكيشن وفرها وخدنا 550 جنيه رصيد ب 300 جنيه، وطلعنا عشان ناكل ايس كريم من سلطانه جنبه على طول. انا عايز بولا مانجا، مانجا ومانجا، بحب المانجا قوي. وهي بتحبك يا فنان. ما تكترش ما تكترش. عايزه بسكوته ايه؟ عايزه زبادي خلاط. واحده بسكوته زبادي خلاط للاستاذ. انت عايزه ايه بقى؟ انا عايزه بس عايزه كرمالايز دوني. نفسي عم متخيل. ممكن صوت بيستاشيو. ممكن ايه؟ صوت بيستاشيو. لا مؤاخذه فستق مملح. وهتلاقي البولتين على وفرها ب 50 جنيه الكب وب 60 جنيه البسكوت. بصص فيها. بعد ما خلصنا طلعنا على سكه عشان نتغدى على البحر. ولقينا عرض على وفرها وجبة فيها كل حاجة تقريبا، ربع فرخة وكفتة وشيش طاووق ورز وخضار سوتيه وتومية وشوربة لسان عصفور وكورسلو وسمبوسك وكوبيبة وبطاطس وعيش بوري وبيبسي ب 245 بدل 410. بالشوكة بالشوكة ايه فيش بدي كلها زي السيني كده فيك الطبق وكورسلو بيتاكل كده. وفي الاخر نزلنا نتمشى على البحر وقعدنا نغني. كده كل الفيديو خلص، فشكر الفيديو الجاي. هيب هيب ايه الاخبار؟ ازيك؟ عامله ايه؟ انت بتعيطي ليه؟ طيب بتعيطي ليه؟ انا عملت ايه؟ والله ما عملت لها حاجه. طب بتعيطي ليه؟ يا نهار ابيض، ده استحلفك بالله انا دموعي قريبه.